عادي تسمعني عادي. اخذت شنو الاصابه؟ مجرد التغطيه. وما هو قتل هوايه؟ مجرد التغطيه. عيني هو عندي مرض عادي كملها ومرضها مو متعارف. بس هذا مصاب. الحمد لله اذا نار كان شيء راح يحرق. عصبية رحت؟ تفضل. انفجار عن طريق القصر الجمهوري، سيارة مفخخة حسب ادعاء المصابين. وصلونا عددهم 14 واحد. ان شاء الله جروحهم كلهم طفيفه. والحمد لله والشكر، ماكو شيء ان شاء الله. الاصابات هل كانت بليغه ام هي اصابات؟ كلها الاصابات طفيفه. عسري عسري. منك